السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. ومن الأيام الفضائية والتغطيات المستمرة حول تداعيات الحرب على فلسطين ولبنان، وفي الخطاب الأخير قال السيد القائد الشهيد: كونوا على يقين بأن خاتمة هذه المعركة هو النصر الإلهي التاريخي الكبير. أهلا بكم، نبدأ بعد الفاصل. أكيد أرحب بضيوفي في الاستوديو، أستاذ حسين الكناني محلل سياسي أهلا بك، وأستاذ عصري فياض عبر سكايب من فلسطين أهلا بكم. نبدأ مع أستاذ عصري أكيد، ونعزيكم باستشهاد سرايا القدس، تزف الشهيد عبد الكريم مأمون شاهين والشهيد ضياء هاني، عظم الله لكم الأجر بسلسلة الشهداء المستمرة. سيد عصري، شكر الله لكم السعي وكل الرحمة لشهداء الأمة فلسطين والعراق ولبنان وكل محور المقاومة. أحسنتم. كيف تلقيتم خبر الاستشهاد، وهل هذا يزيدكم عزيمة أكثر من ناحية المقاومة الفلسطينية المستمرة؟ للشهيد عبد شاهين قصة مع ابني الشهيد الذي التقى في 13 من حزيران، فقد شاهدت لهما، حضر إلى بيتنا أكثر من مرة وشاهدت لهما بعض الصور وبعض الفيديوهات اليوم، وهذا أثار الحزن في نفسي، حيث أن الشهيد كان من عبد شاهين، كان من المقاومين الأشداء الصلبين الذين آثروا أن يكملوا الطريق وينهوه حتى النهاية. نكرر التهنئة والتعزية في نفس الوقت لشهدائنا الأبرار في فلسطين وفي كل محور المقاومة، وعلى رأسهم سيد الشهداء، سيد شهداء طريق القدس، سماحة السيد القائد الفذ البطل العلامة حسن نصر الله أبو هادي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أحسن، سعد لك أستاذ عصري، ونبدأ معك أستاذ حسين بقراءاتكم لما حصل من يوم أمس إلى اليوم، بداية باستشهاد السيد. هو زاد المقاومة قوة أكيد، وزادهم أهداف كثيرة، وهذا لم يزعزع ولم يهتز أكيد المقاومة، بالتحديد مؤسسة ودولة حزب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. لا ريب انه كان هنالك يوم امس تصعيد خطر من قبل جيش الاحتلال، وهو يشعر بالزهو باعتبار انه حقق اهداف لم يكن قد حققها من قبل، ويعتقد انه باستهدافه لقيادات الصف الاول لحزب الله سوف يكسر عزيمه المقاتلين. ومن هنا استعجل واعلن يوم امس انه هنالك عمليه بريه تستهدف الجنوب، وان كان ما أتم الإعلان عنه بحذر شديد، لأنه يجهل ما قد يواجهه، حتى أنه الإعلام، بعض الصحف الأمريكية وبعض مسؤولي الإدارة الأمريكية ذكروا أنه قد تم تبليغهم أن هنالك عملية عسكرية في جنوب لبنان وهي محدودة. الصفة المحدودة أعتقد هي مناورة قبل أن تكون عملية اجتياح. هذه المناورة يجس نبض القوة اللي موجودة، قوة الرضوان وغيرها من القوات العسكرية الجهادية اللي موجودة في الجنوب. العملية كما ذكرت هي عملية تم الترويج لها يوم أمس بشدة، وبالفعل كانت هنالك مناورات وفشلت هذه عمليات جس النبض المناطق الحدودية، وأجحمت القوات الإسرائيلية من اقتحام هذه الحدود. هذا ما ذكره إعلام حزب الله يوم أمس، وذكر أنه لم يتم تجاوز الحدود وإنما بضع عمليات جوية سبقها عمليات قصف بالمدفعية بالإضافة للدبابات. كانت هنالك عملية يعني عملية غطاء ناري تم استخدامها من قبل جيش الاحتلال، ومن ثم دفع ببعض العناصر للاستطلاع وجس النبض. قطعا شاهدوا أن هنالك يعني نيران كثيف، وبالتالي أيضا بيئة نوعا ما قد تكون صعبة، هذا ما تم تحديده، وأجحم
الجيش الاحتلال من اقتحام الحدود. طبعا لم يكن هنالك أي اشتباك، هذا أيضا ما ذكره إعلام كتائب حزب الله، وإنما فقط مناورة عسكرية في المنطقة. وأعتقد أنه سوف تتكرر اليوم، أظن أنه سوف يتم تكرار محاولة من قبل جيش الاحتلال ومحاولة الدخول إلى الحدود اللبنانية. طيب أستاذ عصري، يوم أمس كان بيان للشيخ نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وقال نحن مستعدون للدخول البري، والكيان قابله مثل ما تفضل أستاذ حسين بمحاولات للدخول المحدودة. هل هذا كان رد فعل لما استفزهم الشيخ نعيم، أم أنهم مثل ما تفضل أستاذ حسين هناك مناورات وسيحاولون الدخول البري مرة أخرى؟ باعتقادي أن الهجمة الإسرائيلية الوحشية على لبنان هي هجمة مستعجلة، وهذا دوافعه المبطنة عند الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي اتفاقوا في قطاع غزة، وقد أدرك العام ولم ينجز أي من إنجازاته بالرغم من أنه له حضور في قطاع غزة في بعض المناطق ويرتكب الجرائم وارتكب المجازر ويعتمد على المجزرة، ولكن لم يحقق أي من الأهداف التي رفعها نتنياهو في بداية العدوان على قطاع غزة. هذا الاندفاع باتجاه لبنان وما قام به من تفجير البايجر وما قام به أيضا من تفجير أجهزة الإرسال ومن ثم اغتيالات، يعني اغتيالات التي كانت في صفوف قيادات حزب الله سواء كانت العسكرية أو السياسية، هذا التعجل وفي محاولة لرسم صورة نصر أيضا يسوق إلى الفشل. هو متعجل، وهذا طبعا أمنية المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله بأن يدخل هذا الجيش الإسرائيلي إلى الأرض الميدان، فالمعركة في السماء قد لغاية الآن المقاومة اللبنانية لم تكن على يعني توازي هذا الفعل، القصف الجوي المدمر والذي يقوم بالقصف عشوائي والتهجير، ولكن المقاومة تنتظره على التراب اللبناني، فهي تتحفز لأن تكون أظافر جلد هذا الجيش الإسرائيلي وحكومته أمام أظافر المقاومة اللبنانية لكي تنال منه وتثأر منه. أنا على أعتقد أن استراتيجية الإسرائيليين في هذا الهجوم هي استراتيجية متعجلة، وتحاول أن تعود إلى أدبيات القديمة في صنع نصر سريع وتاريخي كما تعتقد، ولكن في المقابل المقاومة والمحور جميعه ينتهج سياسة الصبر الاستراتيجي والتأني وطول النفس، وهذا أحد أساسيات هزيمة العدو الإسرائيلي. نعم. العدو الإسرائيلي برغم أنه يحشد مئات الآلاف من الجنود، هؤلاء الجنود المنهكون ذو النفسيات المنهارة الذين يتملكهم الخوف يحسبون ألف حساب لعملية الدخول، ولن تكون عملية سهلة. والمقاومة أنا أعتقد أنها تنتظر بفارغ الصبر، المقاومة في لبنان تنتظر بفارغ الصبر دخول بدايات هذا الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان لكي تسجل أول نصر وأول تمكن وثأر كبير من هذه القوات. نعم. من جانب آخر أستاذ حسين، كان هناك يعني خرق لتل أبيب، وتل أبيب كانت تحت النيران، 1.5 مليون شخص من إسرائيل دخلوا إلى الملاجئ، يعني انشغالهم بالحدود تم خرق لتل أبيب، وأيضا صواريخ 40 صاروخ تقريبا يعني قدروا أنه البعض منها أنه يفشل سقوطها، وسقطت جميع حتى أحدى الطرق في إسرائيل منعت يعني قطع الطريق، إذن إسرائيل ضعيفة جدا كانت يوم أمس، وهذه بداية أكيد مطمئن. بل ما ذكر نعيم النائب الأمين العام الشيخ سمعت الشيخ نعيم قاسم أنه ما زالت المقاومة الإسلامية أو حزب الله بالحد الأدنى من قدرته القتالية. صحيح. يوم أمس كان هنالك استخدام لأول مرة لصواريخ باليستية، استخدمت العمق الكيان، استهدفت تل أبيب بشكل مباشر بفادي 4، استهدفت عادة استهداف مناطق أخرى أو أهداف أخرى اللي هي
الوحدة 8200 وحدة الاستخبارات الأمريكية صحيح. بالإضافة للاستخبارات العسكرية المخابرات يعني الشباك بالإضافة للاستخبارات العسكرية. هذا يعني هذا في سياق زيادة التصعيد وتوسيع نطاق المواجهة في قبال أن هنالك الاستراتيجية التي يحاول أن يثبتها جيش الاحتلال، وهذا أيضا ذكره في الفترات السابقة سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله، ذكر أنه عندما كان هنالك شريطا حدودي في جنوب لبنان كانت المقاومة تركز فقط العمليات على الشريط الحدودي، لم تقم بأي عملية استهداف لداخل العمق الكيان الصهيوني. الآن هم يعتقدون أنه نفس استراتيجية المقاومة هي نفسها، تبدأ هذه القوات بالاندفاع داخل شريط الحدود الذي يسعون لتحقيقه، وتنشغل المقاومة بهذه العمليات، وبالتالي يعطي منطقة أمان لداخل الكيان. سماحة السيد ذكر أنه هذه الاستراتيجية القديمة لم يتم العمل بها في هذه المواجهة، وإنما سوف تستمر عملية استهداف شمال فلسطين الأراضي المحتلة بالإضافة إلى تل أبيب وحيفا وبعض المناطق اللي عمق الكيان. هذا ما لاحظناه اليوم أمس أن هنالك دفعة صواريخ جديدة استخدمت واستهدفت مناطق حيوية داخل هذا الكيان، بالتالي كل الجهود التي يسعى إلى تحقيقها والأهداف التي أعلن عنها، طبعا هنالك أهداف معلنة وأهداف غير معلنة، جيش الاحتلال يعلن عن بعض الأهداف ويخفي إذا استطاع أن يحقق أو يجد أنه قابلية تجديد الأهداف وفق المعطيات الجديدة، وبالتالي إمكانية توسيع هذه الأهداف أو المناطق الذي يحاول أن يدخل إليها، وبالتالي يعني يحاول قدر الإمكان أن يكون أهدافه متغيرة وفق المعطيات التي يحصل عليها. لكن تأكيد المقاومة خصوصا حزب الله ذكرت أنه الاستراتيجية القديمة لا يتم العمل بها، الآن هم أمام متغيرات، والجيش الاحتلال كما ذكر الكيان الصهيوني حالة الضغط النفسي وحاولت يعني وحالة البقاء في الملاجئ أطول فترة ممكنة، حالة التعطيل التي يحاول أن يضيق على المستوطن من خلال عمليات استهداف المراكز الحيوية، يحاول حزب الله إبقاء هذه الحالة الضاغط على حكومة الاحتلال، يعني لا يتحمل أن يبقى هؤلاء النازحين باعتبار أنه تم إخلاء مناطق الشمال، يعني أغلب المستوطنات تم إخلاءها، الآن بدأ الضغط على صفد وبعض يعني مناطق حيفا، الضغط ما زال مستمر من خلال عمليات القصف اليومي. نعم. كل هذا سوف يتبع بالمزيد من المستوطنين من ترك هذه المناطق والذهاب باتجاه داخل العمق الكيان الصهيوني، ويشكل ضغطا. نعم. على الحكومة. نعم. وعلى المستوطنين على حد سواء. صحيح أستاذ عصري، على ضوء كلام أستاذ حسين، أكيد العدو الصهيوني أنطى تعليمات معينة لشعبه وقال عدم التجمع لـ30 شخص، ونصح البعض بالبقاء بالملاجئ، وممكن مثل ما تفضل أستاذ حسين راح يكون نزوح من منطقة إلى أخرى، لكن لم يعلن هو عن ذلك لحد الآن. كيف قراءاتكم لوضع الشارع الكيان الآن؟ طبعا كانت الشعار التي رفعه حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو من هذه العملية باتجاه لبنان هي تأمين عودة 60 إلى 100 ألف مستوطن هجروا منطقة الشمال وتعطلت فيها المرافق الاقتصادية والسياحية والزراعية منذ 8 أكتوبر. هذا الشعار رفعه لكي يؤمن عودة هؤلاء، وهؤلاء كما تقول الإحصائيات لا يتجاوز عددهم 60 إلى 100 ألف، بمعنى لا يتجاوزون يعني نسبة ضئيلة جدا من سكان هذا الكيان. فما بالكم الآن بنزوح وبداية نزوح مئات الآلاف بل الملايين، يعني هناك تقدير لعدد سكان من منطقة حيفا إلى طبرية حتى الشمال على الحدود الفلسطينية اللبنانية هناك ما يقارب حوالي 2 مليون مواطن. فإذا هؤلاء هجروا إلى منطقة الوسط يسمى تل أبيب أو يافا أو منطقة القدس
فإن هذا طبعا 60,000 و100,000 كانوا يكلفون الحكومة الإسرائيلية في الشهر الواحد 150 مليون دولار في الشهر الواحد، فما بالكم ب 2 مليون؟ هذا سيعمل على الأقل عبء اقتصادي واجتماعي وسياسي وأزمة كبيرة جدا ستكون للاحتلال الإسرائيلي. بدلا أن يعيد هؤلاء تضاعف العدد حوالي 10 مرات، يعني أكثر من 20 مرة سيكون تضاعف هذا العدد، لذلك ستكون هناك ضغوط كبيرة من هذا المجتمع الذي سريع التألم. الإسرائيليين المجتمع الصهيوني سريع الشعور بالألم، سواء لا يتحمل البقاء في الملاجئ، لا يتحمل سقوط الضحايا، لا يتحمل الابتعاد عن عمله، الابتعاد عن بيته، لا يتحمل كل هؤلاء، كل هذه العوامل لا يتحملها، فستكون هي عامل ضغط داخلي على حكومة الاحتلال وعلى جيش الاحتلال الذي لم يبدأ العملية العسكرية فعليا بعد، هو يقوم بالقصف، فما بالكم في المرحلة الأولى ستكون هؤلاء هذه المجموعات المئات الآلاف التي تضغط على الحكومة الإسرائيلية في منطقة الوسط ستكون أزمة حقيقية ستطفع في وجه نتنياهو، بالإضافة إلى أن الصواريخ المقاومة التي وصلت اليوم حوالي 10 صواريخ باليستية لمنطقة تل أبيب، وهذا سيشعر هؤلاء النازحين من منطقة الشمال إلى منطقة الوسط بعدم الأمان أيضا، سيشكلوا أزمة اقتصادية وأزمة سكن وأزمة حضور وأزمة مالية وأزمة، كل الأزمات ستكون أمام طاولة نتنياهو وحكومته التي يدفعها جنونها العسكري إلى الاندفاع باتجاه جبهة جنوب لبنان. إذن كنا في 60,000 ولم يحتمل المجتمع الإسرائيلي، فما بالكم باثنين مليون؟ هذه أزمة تتعاظم. أنا أعتقد أن الخطوات التي تقوم فيها المقاومة من ضرب بالمستوى الأدنى الذي كما قال نائب سماحة الأمين العام بالأمس الشيخ حينما قال إن لنا نتعامل لغاية الآن بالحد الأدنى، فما لو إذا رفع رتم هذه المواجهة فستجد أن هذه المنطقة الشمالية خالية جدا، ونحن نتذكر في 2006 تم إخلاء معظم سكان منطقة الشمال ولم تدوم المعركة 33 يوما ثم عاد، وكانت الخسائر هائلة بالنسبة لإسرائيل مما دفعتهم بخسارهم العسكرية وخسارهم الاقتصادية والاجتماعية، دفعتهم بتشكيل لجنة سميت لجنة فينوغراد في ذلك الوقت، وأدانت الحكومة في كل تقصيرها في ذلك الوقت، وسجل النصر الإلهي الذي توجه سماحة السيد في خطاب الشهير، وأعلن على أن كان هناك نصرا استراتيجيا على هذا الكيان. لذلك كل الأمور تدفع باتجاه أن عوامل النصر ستكون إلى جانب المقاومات سواء في قطاع غزة أو في أستاذ عصري في جنوب لبنان. نعم، دليل كلام أستاذ عصري أنه تم إلغاء الاحتفال برأس السنة العبرية من قبل الكيان، لو كان الوضع مطمئن الكيان يحاول الآن تهدئة الشارع والصهيوني، وبنفس الوقت يحاول يلملم ما تم قصفه يوم أمس، وخاصة قاعدة ميرون وغيرها من الأهداف التي لم يعلن عنها الكيان لحد الآن. رأيكم هذا يدل على أن الوضع على شبه انهيار ان شاء الله في الكيان الصهيوني؟ استاذ حسين، التغطيه يعني التعتيم الاعلامي يمارسه بشكل صحيح. واضح جيش الاحتلال، حتى انه العمليات كان انتقدت بعض قاده الاحتلال يوم امس المسؤولين الامريكيين عندما اعلنوا عن العمليه البريه التي من المحتمل ان يتم الاعلان عنها وتنفيذها يوم امس، اعتبروا أنه هذا ممكن يشكل خرقا أو يعتبر يعني خطرا يشكل خصوصا الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية حساسة بالنسبة للجيش الاحتلال، يتعامل معها بحذر شديد لعدة أسباب. هو ما زال يعني يحاول أن يستفيد كما ذكرت نشوة استهداف قيادات في يعني من الخط الاول. استاذ عصري اشار بانه محاوله للنصر السريع باستهداف واغتيالات من قاده لبنان وقاده فلسطين. لا، هو هذا شوف مساله الاستهداف يعني بالنسبه للاحتلال وان كانت هي اهداف يعني تعتبر بالنسبه للمقاومه مهمه، يعني اهداف يعني كبيره تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال، لكن من الناحيه العسكريه لا تشكل على العمليات بالمرة، لأنه يقابل البديل بالبديل مثل يعني ما أشار. بالتالي ممكن أن يكون يعني تحقيق هدف معنوي أكثر مما هو هدف استراتيجي ممكن أن يغير من أداء المعركة. اليوم أعتقد أنه أغلب
القيادات كتائب حزب الله، كتائب أغلب قيادات حزب الله بعد استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله أكثر قدرة على يعني البذل وأكثر استعداد للقتال وأكثر شوقا للشهادة مما مضى، بالتالي سوف يواجهون قوة عسكرية هائلة لا يمكن لجيش الاحتلال أن يتحملها بالمرة. هذا نتيجة هذه الدماء الطاهرة التي أريقت نتيجة على يد الاحتلال. بالتالي الأهداف التي أعلن عنها قطعا لا يستطيع أن يحققها بشكل مطلق، سوف يحاول أن هو ذهب بهذه الطريقة وأراد أن يخرج بصورة للنصر، لكن الأمور حد هذه اللحظة ما زالت يعني الجيش الاحتلال بعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي أعلن عنها. يعني نحن بمستوى القدر المتيقن من الأهداف التي أعلن عنها جيش الاحتلال هو عودة المستوطنين إلى مناطق الشمال. هذه الأجواء قطعا سوف يكون هنالك يعني تحقيق هذه الأهداف بعيدة كل البعد عن أن يحققها، خصوصا مع زيادة وتيرة العمليات العسكرية، إدخال أسلحة أكثر قوة وأكثر تدمير، وانخراط الجبهات الإسناد بشكل أكثر فاعلية. لاحظنا كما ذكرنا هنالك عمليات من أنصار الله من اليمن، المقاومة الإسلامية أيضا اليوم صعدت من عملياتها. كل هذه الجبهات سوف تشكل ضغطا على المزيد من المستوطنين، وبالتالي عدم قدرة الاحتلال جيش الاحتلال من تحقيق هذا الهدف. نفس الوقت كان الدعم مثل محاولة المحدودة مثل ما تفضلت للدخول كانت مدعمة بدخول أيضا جوي لكن لم يستطع، هل ذلك بسبب تشويش الجي بي اس اللي هو أصلا في كل الدول العالم اللي خرقته واللي عملته إسرائيل، يعني من عمل فخا وقع فيه؟ لا أعتقد أنه كان يوم أمس تقصدين في لبنان في الجنوب؟ نعم. في الجنوب كانت هنالك عمليات إخلاء لبعض الطائرات، هذا ما تم مشاهدته. لم تكن هنالك أي اختراق للجبهات للحدود اللبنانية. الجيش اللبناني موجود على الحدود وليس كما ادعت. نعم لكن كان هنالك عمليات قصف مركزة من حزب الله على تجمعات الآليات والمدرعات الإسرائيلية، بالتالي كانت هنالك عمليات إخلاء وعمليات ذعر وعمليات يعني إخلاء للمصابين. بالنسبة لمسألة التشويش على الجي بي اس في العراق، هذا السؤال اللي قصدتيه. نعم. حتى في الدول الشقيقة هذا الشق الثاني من السؤال. أعتقد أنه كما ذكرنا الجبهة العراقية أيضا، وهذا أيضا تم الإعلان عنه من بعض العسكريين الإسرائيليين، أنهم يدرسون الوضع في العراق. الوضع في العراق معقد بالنسبة للكيان الصهيوني، هم لا يريدون الانخراط بشكل مباشر بالوضع في العراق لسبب رئيسي، أنه الراعي هو موجود، الراعي الأساسي للكيان الصهيوني هو موجود في العراق، وهذا الراعي لا يقبل أو هو يريد أن يدير الوضع والشأن في العراق لأنه لديه مصالح كبيرة في العراق والمنطقة، لا يريد أن تكون هذه المصالح بمعرض الاستهداف. ومن هنا أعتقد أن هناك عمليات تشويش، عمليات اختراق لأنظمة الهواتف وكذلك بعض أنظمة الجي بي اس، محاولة متابعة أو ملاحقة بعض منفذي العمليات التي تستهدف القواعد الأمريكية، خصوصا يوم أمس كان استهداف لقاعدة فيكتوريا، وأيضا العمليات التي استهدفت داخل الكيان الصهيوني. طيب أستاذ عصري، على جانب آخر حركة حماس تدعو للتضامن العالمي مع غزة ولبنان للمشاركة في فعاليات الذكرى السنوية لطوفان الأقصى تحت شعار طوفان نحو التحرير، ما هو رأيكم؟ طبعا المحور بشكل عام كان يحضر لمعركة أو ما يسمى أدبيا، طبعا لا توجد عناوين ثابتة، ولكن هي معركة اليوم الموعود. طبعا كانت عملية 7 أكتوبر هي قفزة أو هاجمة أولى لهذا اليوم الموعود. عملية التضامن ووحدة الساحات بين محاور قوى المقاومة ومحور المقاومة في كل المنطقة هي
وحده تكامل. فبدات غزه، ساندتها اليمن، وساندت المقاومه العراقيه، وساندها ايضا بوتيره اعلى المقاومه اللبنانيه في لبنان، المقاومه الاسلاميه في لبنان، ومن ثم ايضا بعض هناك الفصائل في سوريا. ومحور الكتله الكبرى والراس الكبير في هذا المحور هو الجمهوريه الاسلاميه في ايران. هذا التكتل جميعا يعرف ان لكل دوره في مشروع تحرير فلسطين. المشروع العنوان الاكبر هو مشروع تحرير فلسطين الذي وضع له الساعه في تاريخ الظهران منذ حوالي 4 5 سنوات، انه يجب ازاله هذا الكيان خلال 25 عاما. والساعه الان تعود الى الوراء تدريجيا حتى تصل درجه الصفر خلال 24 سنه. يعني هناك توجه، هناك برنامج ان تكون اسرائيل، لا تكون لاسرائيل اي وجود خلال 25 عام القادمه. ويبدو ان القدر بيد الله سبحانه وتعالى يقدم هذه الساعات ويقدم هذه السنوات اقل من هذه المده التي وضعت والتي لا زالت نعيش لحظاتها مره تلو مره. الاحتلال الاسرائيلي، انا اتذكر هنا كلمه للامام علي عليه السلام حينما قال الحمد لله الذي جعل اعداءنا من الحمقى، ولا توجد حماقه الان اشد من حماقه نتنياهو وحكومته وشعبه، اصلا يعني شعبه المتطرف، لانه يقف الان بغالبيته الى خلف نتنياهو في هذه العدوان على المقاومه الاسلاميه في لبنان. اضف ان هذه المحاور الاربعه او المحاور الخمسه او الجبهات السته او السبعه هي جبهات كل ينتظر دوره، وكل يتدرج بصبر واناء، ويتدرج كل مره ويتفاعل. مثلا المقاومه في اليمن او الاخوه في الحوثيين والجيش اليمني البطل يقومون بتدريج مراحل مراحل في مشاركه الى جانب الشعب الفلسطيني. كذلك المقاومه العراقيه التي كانت ترسل طائرات مسيره الان ترسل اتراب اضافه الى صواريخ ارقب وغيره. المقاومه في جنوب لبنان ترسل الصواريخ البالستيه الثقيله التي تعد رؤوسها بمئات الكيلومترات من المواد المتفجره الى وسط الاحتلال. اذا كل هذه هناك تكامل، هناك هذه المعركه يبدو ان اسرائيل استعجلت قدرها عليه على هذه المعركه، وهي تتلقى الان الضربات من كل مكان، ولا تستطيع ان تتحمل مع الزمن وفي التجربه ان تتحمل فتره طويله من تلقي هذه الضربات. نعم، ساعود لك استاذ عصري. استاذ حسين، وول ستريت جورنال عن مسؤول اسرائيلي انه اسرائيل ترى ان الحزب، تقصد بحزب الله، استعد بشكل مماثل لاستعداد حماس قبل هجوم 7 اكتوبر. احنا ليله 1 اكتوبر كانت يعني حافله بالنصر المقاومه، وهم يتوقعون راح تكون ضربات اقوى لهم، لذا هم اليوم في حاله رعب. رايك؟ بالنسبه لمساله العمليه التي قام بها طوفان الاقصى حركه حماس والعمليه النوعيه الكبيره التي تعتبره إسرائيل خرقا أمنيا، وتم القضاء على فرقة ما يسمى بفرقة غزة، وأنه السياج الأمني اللي ما يحيط بغزة هذا السياج لا يمكن اختراقه. كل هذه المنظومة والترويج للأمان الذي يعطى للإسرائيليين كله تم إفشاله بعملية واحدة من قبل حركة حماس. صح. الكيان الصهيوني كان يعتقد أنه، طبعا هذا كان اعلان من قبل حزب الله، امكانيه انه يخترق الجليل الغربي والجليل الاعلى وشمال اسرائيل، وهذه التحذيرات وهذه التهديدات كانت من حزب الله، لديهم القدره على انه سوف يتم اختراق هذه الجبهه، وكان جهود الكيان الصهيوني منصب بهذا الاتجاه. يعني هو تفاجأ من وجود من حركه حماس. يعني الآن ما أعتقد أنه هل كان، لا أعلم هل كان هنالك تنسيق بين حزب الله وحركة حماس كل هذه الفترة، أم أنه المسألة استفادت حماس من الجهد المنصب على جبهة الشمال، واستفادوا من هذا الجهد الضعيف اللي موجود بأطراف غزة، وكانت العملية ناجحة إلى حد كبير. هذه نقطة. النقطة الأخرى، جيش الاحتلال يريد أن يستفيد من هذا الخرق وهذا الخوف لدى الإسرائيليين
حتى يحصل على دعم للجيش بالعمليات التي يقوم بها في الشمال مع حزب الله. هو دائما ما يربط جبهة الشمال بالاختراق، وأنه إمكانية اختراق حزب الله لهذه الجبهة إمكانية كبيرة، وأن قوات الرضوان تستعد للهجوم على هذه المستوطنات، ويحاول الحصول على دعم من قبل المستوطنين حتى يتحملون مسألة الهجرة ومسألة النزوح والتعطيل، تعطيل حياة بالنسبة لهم أطول فترة ممكنة. طبعا ناهيك أنه هنالك فرق كبير بين حزب الله وحماس. أولا من حيث الاستعداد والجهوزية، نعرف أنه حزب الله يعني غير محاصر إلى حد ما، بالتالي يملك الكثير من توقعات أنه كان مستعد. نعم كان بجهوزية كبيرة، وهو غير محاصر مثل حماس. نعم. كان هنالك تدريب وتجهيز، صح، غير محتل يعني، ممكن انه مساحته هو، بالتالي هذه المناطق هو مهيئه الى حد كبير لهذه المواجهه. هذا يصعب الامر كثيرا على جيش الاحتلال. جيش الاحتلال لو كان لديه احتماليه 40% 50% انه يحقق نصر مع حزب الله لما تردد ولا لحظه واحده، لكن يعرف انه دخول قواته إلى الجنوب سوف تكون، وهذه تجربة، هذا مو عن فراغ، يعني هو جرب ما سمي بمجزرة الدبابات 2006 عندما دخل إلى الجنوب، كانت هنالك مفاجآت كبيرة بالنسبة نعم. لجيش الاحتلال الآن أيضا المضادة اللي أيضا الآن هو يخشى أن تكون هنالك بالإضافة للجهوزية السابقة، وأيضا نفس البيئة، نفس الخنادق اللي موجودة، الأنفاق اللي موجودة، آلية عمل قوات الرضوان، كل هذه معطيات تشير على أنه وما خفي كان أعظم، نعم، أنه احتمالية أنه يحقق أي هدف من الأهداف احتمالية ضعيفة بالنسبة جدا. لجيش الاحتلال. أحسنتم. طيب أستاذ عصري، مثل ما تفضلت، فتح الجبهة على لبنان وعلى اليمن واستهدافها قبل يوم، ويوم أمس كان استهداف لسوريا وارتقى الكثير من الشهداء والجرحى. الهدف الكيان، ما هو هدفه من توسيع الجبهة في هذه الدول؟ الكيان يحاول أن يسوق صورة نصر، يعني حينما قام بضرب الحديدة وخزانات النفط في الحديدة مرتين، يعني خلال 40 يوم، بعد ردا على الطائرة المسيرة والصواريخ البلاستيلية التي أصابت تل أبيب وأصابت منطقة قريبة من مطار بن غوريون، يحاول الاحتلال، طبعا هو يعلم أن اليمن مثلا هو صندوق مغلق بالنسبة إليه، لا يعلم أين تجد قياداته وأين تكون مرابط صواريخه وأين تكون مرابط طائراته، فقام بضرب أعيان مدنية على الساحل ولم يتوغل في الداخل، لأنه يعلم أن الصواريخ التي يملكها الجيش اليمني والأخوة الحوثيين تسقط أدق الطائرات الأمريكية، يعني طائرة MQ-9 هذه سقط منها لغاية الآن 11 أو 12 طائرة، وهي تكلف الخزانة الأمريكية 6 مليون تكلفة أي طائرة من هذه الطائرات. إذن هو لا يغامر في الدخول إلى الداخل اليمني، لأن بالنسبة له الداخل اليمني مغلق ولا توجد معلومات عنه، كما أنه لا يستطيع الاستدلال على أماكن إطلاق الصواريخ أو أماكن إطلاق الطائرات، فيقوم بضربات استعراضية على الساحل، وهذه ظاهرة ولا تحتاج إلى يعني تحاليل ولا تحتاج إلى نشاط كبير لمعرفة أو استدلال على هذه المناطق التي يقوم بها. هو يحاول أن يقوم بعمليات استعراضية، وقول وزير دفاعه أو ما يسمى وزير حربه جالنت حينما قال إذا أراد أحد أن يعتدي على إسرائيل فلينظر ماذا في الحديدة، ماذا في الحديدة؟ هي نار مشتعلة، وأقل طفل يمكن أن يشعل هذه النار، يعني ليست بشطارة أن يرسل عشرات الطائرات لتقوم بإشعال نار في خزان وقود، ولكنه يؤشر بالجانب الآخر على عده في اختراق الساحل اللبناني اليمنية، أو النيل من قيادة الجيش اليمني أو قيادة الأخوة الحوثيين. إذن هذا من جانب. الجانب الثاني جانب سوريا، هو يقوم بعمليات ضرب يائسة، كل عمليات الإغارة على سوريا التي تمت في خلال السنوات الماضية كان هدفها منع
حضور السلاح إلى المقاومة اللبنانية حزب الله. ولكن الحقيقة وهم يقولون عنها، الإعلام الإسرائيلي يقول عنها، أن حزب الله يمتلك من 100 إلى 200 ألف صاروخ، بمعنى أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا لا تمتلك عدد هذه الصواريخ، وهي قوة حتى أن يعني قوة نووية في حلف الأطلسي لا يمتلكون هذه القدرة الصاروخية. الساحة اللبنانية ساحة صلبة وعسكريا لغاية الآن لم تبدأ المعركة العسكرية مع الساحة اللبنانية. صحيح. إن الكتلة الموجودة في جنوب لبنان حسب الإعلام الإسرائيلي كتلة صلبة، كتلة مخفية، كتلة لغاية الآن لم يحتك بها الإسرائيلي، وإذا حاول أن يدخل فترى ما لم يكن يتوقعه. هي لغاية الآن منطقة حسب الاعتقاد وحسب ما يتطرب من الإعلام الإسرائيلي. أستاذ عصري سأعود لك. من مراكز الدراسات الإسرائيلية سر هذه المنطقة غير مكشوف للإسرائيليين، بالرغم من ما حققه في اغتيالات في القيادات السياسية والعسكرية وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله. إذن هو لغاية الآن يتخبط، يحاول أن يضرب هنا ويحاول يضرب هنا لكي يعطي العالم أو يعطي جمهوره أنه لن يستسلم أمام أي عدوان، وسيكون هو له الضربة. أستاذ عصري سأعود لك. أستاذ حسين، مثل ما تفضل أستاذ عصري، وفي الخطاب الأخير الخبر ما ترون لا ما تسمعون كان من قبل السيد الشهيد. نحن شيء مشابه عندنا في العراق، قيادة عمليات بغداد يوم أمس صرحت بأخذ الأخبار اليقين وليس المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. أكو حرب إعلامية كبيرة، وأيضا هو من بدأ بها الكيان وما يروج لها الكيان اليوم. طبعا بالنسبة للحرب الإعلامية والحرب الناعمة، هذه حرب معمول بها وهي أكثر تأثير حقيقة. نعم. وتستخدم فيها الكثير من الوسائل. أيضا الحرب النفسية أيضا مستخدمة مع الأسف، انخراط الكثير أساء. نحن لا نتحدث عن القنوات التي هي بالأصل هي منسجمة بالتحديد. قنوات معروفة من المطبع، من المؤيد، من المعارض. أكو فضائيات يعني واضح خطابها وهي منسجمة. صحيح. مع المشروع الأمريكي الصهيوني. لسنا يعني هذه معروفة وممكن تجنبها يعني. بالنسبة الغريب أنه مع الأسف هنالك بعض الناشطين أيضا بعض المستخدمين مواقع التواصل قد ينخرطون بشكل أو بآخر، والذهاب يقدمون خدمات إعلامية بشكل مجاني لجيش الاحتلال أو الجبهة الأمريكية الصهيونية. نعم. من خلال أيضا الترويج لما يتم ترويجه، أيضا من خلال المتابعة ما يعني حصر المتابعة فقط بتلك القنوات، وبالتالي يكون مصدر المعلومة هو ما يقوله جيش الاحتلال. لاحظت أنه أغلب هذه القنوات كأنما هي متحدث رسمي عن جيش الاحتلال. صح. يعني ما يقوله جيش الاحتلال هو اللي يعتبر الموقف الرسمي أو المصدر الأساسي بالنسبة لهذه الفضائيات. مع العلم ثبت أيضا بالدليل أنه الكثير من هذه الأخبار هي أخبار غير صحيحة ومفبركة. أيضا جيش الاحتلال يمنع أي قنوات أو أي مراسلين، على العكس تماما، استهدف الكثير من القنوات، ضغط على الكثير من القنوات إما بالحجز أو بالمنع أو بالكثير من المباقات، بالإضافة لاستهداف المراسلين وبناية استهداف مباشر للمراسلين. استشهد الكثير من المراسلين. صح. ومع العلم يعملون إشارات من سوريا. نعم. بالتالي هذه سياسة الإعلام، سياسة جيش الاحتلال، يجب أنه على المراقبين، على الإعلاميين، على النشطاء داخل هذه أن تكون مصادر معلوماتهم متنوعة، وبالتالي يتم تدقيق هذه الأخبار ومقاطعتها حتى يحصل برؤية. أيضا هذه الرؤية لابد أن تكون منسجمة مع توجهاته وعقاده، خصوصا ونحن أمام مواجهة شرسة. الإمكانيات طبعا أيضا كبيرة ومختلفة بين الجبهتين، الإدارة الأمريكية والاحتلال مسيطر بشكل شبه مطلق على مواقع التواصل. يعني أعتقد أنه الكل جرب أنه أن تنشر صورة لسماحة السيد على مواقع التواصل، يتم حجب وغلق هذه الصفحات باعتبار أنه هذا يشكل خطر على أمن أو يتقاطع مع ثقافة تلك الشعوب، وهذا يعني تكميم للأفواه ونفاق واضح. بالتالي لا يوجد لا حقوق إنسان ولا حرية إعلام ولا حرية تعبير، وإنما استبداد ومحاولة فرض رؤية واحدة. يعني لا أريكم إلا ما أرى، هذا فرعون
يستشهد من هذه الآية. بالتالي أنتم مو من حقكم تتكلمون وفق وجهة نظر مستقلة، ولا من حقكم تعطون رأيكم بحرية، وإنما لا أريكم إلا ما أرى، الأشياء اللي أنا أريدها وأراها يجب أن ترونها وتكون هي المطلوبة. انتشرت مثل ما تفضلت تعزيات كبيرة في الشارع العراقي المستخدم للفيسبوك بكثرة، هذا متفق عليه جروبات وغيره، اللي هي أكيد تندد بالاستهداف الصهيوني للسيد الشهيد. نفس الوقت في البعض منها يقول أنه هذا الإنسان إنسان عادي، ليش هالقد أنتم حزنانين عليه؟ شو تقول لهم؟ يعني هذا يعتبر باب الإعلام المضاد، يعني واضحنا أنه هناك الكثير من يعني المستهزئين، الكثير من الشامتين، الكثير من أعداء هذه المقاومة. لا لا نخفي أنه هنالك، يعني نعلم جيدا أنه كثير من يعيشون بأوساطنا هم معادون لمحور المقاومة، هم ينسجمون مع رؤية الإدارة الأمريكية ورؤية الكيان. وبالتالي التعاطف الكبير للعراقيين مع سيد المقاومة قطعا أغاظهم. حالة السيطرة وحالة ردات الفعل التي لاحظناها على عموم، يعني هنالك رؤية واحدة بمختلف توجهات أبناء الشعب العراقي، من المرجعية الدينية للعلماء الدين للناشطين للعلمانيين وغير العلمانيين الوطنيين الذين لديهم يعني استقلالية إلى حد ما، كانوا متعاطفين مع عملية الاستهداف وروجوا وتفاعلوا بشكل واضح باعتباره رمز للمقاومة والتحدي. أما اللي ينتقص واللي طبعا هذا متضرر من حالة التعاطف الكبيرة. أحسنتم أستاذ عصري، أنت الآن في جنين في فلسطين. نعم. المحتلة، كيف هي الأوضاع هناك وما هو رد فعلكم على ما انتصارات كثيرة للمقاومة من كل الدول نصرة لكم؟ طبعا كل الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو حتى في الأرض المحتلة عام 48 يتابع لحظة بلحظة وساعة بساعة تداعيات العدوان على لبنان وعلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. نحن في منطقة جنين مثلا منذ 3 سنوات، والكل يعلم والإعلام المقاوم أيضا لا يدخر جهدا في إرسال الصورة الحقيقية عن هذه المنطقة. هذه المنطقة منطقة شمال الضفة الغربية المكونة من مخيم جنين وطوبار ومخيم الفارع ومخيم نور شمس ومخيم طول كريم ومدينة طول كريم ومدينة نابلس، لا زالت شعلة منذ حوالي أكثر من 3 سنوات تقدم الشهداء وتتعرض لاجتياحات متكررة تحت مسميات كثيرة، وقد ارتقى أكثر من حوالي 770 شهيد منذ 7 أكتوبر لغاية الآن. هناك مواجهات دامية وهناك مواجهات لا تتوقف، هناك كتائب تجلس تحرس المخيمات وتحرس أطراف المدن وأطراف القرى على مدى 24 ساعة، والمقاومة لا زالت موجودة، ولا دخول لقوات الاحتلال لأي منطقة في الضفة الغربية إلا تجد أنواع من المقاومة سواء بالكفاح المسلح أو حتى بالزجاجة الحارقة أو بالحجارة أو حتى بالاستكبار أو حتى في الحادث الذي يوضع في الشارع ويعيق حركة هذا الاحتلال. لقد قدم الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة مئات الشهداء وهو لا زال يقدم بالرغم أنه يخضع الاحتلال ويخضع أيضا لعملية التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية المسمى السلطة الفلسطينية والذي يؤذي المقاومين، وتقوم أجهزة الأمن للأسف في السلطة بمتابعة هؤلاء ومحاولة تبريد هذه الساحات ومنعها من القيام بأي عمل كفاحي نضالي مسلح ضد هذا الاحتلال الذي لا ينفع معه إلا هذا الأسلوب. لا يستطيع أن ينتقل الإنسان إلى أي جلسة أو أي مجتمع أو أي حتى في السوق إلا حديث عما يجري، وهناك متابعة عبر الشاشات وعبر أجهزة المذياع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، متابعة حديثة لحظة بلحظة لما يجري في المنطقة، وهناك اهتمام كبير. على العكس الناس تدرك هنا أن كل ما يحدث من أجل فلسطين ومن أجل القدس ومن أجل قضية هذا الشعب الفلسطيني التي حملها المحور وقفز بها بهذه الأحداث، قفز فيها إلى عنان السماء لكي يراها العالم، ومن ثم تتجدد القضية الفلسطينية التي كانت على شفا أن تموت.
بفعل مشاريع التسوية الواهية التي ظهر بشكل جلي سخرية الولايات المتحدة وتنكر الحكومات الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي المتطرف إلى حقوق أدنى حقوق الشعب الفلسطيني. نعم. فكان على الشعب الفلسطيني أن ينهض، وكان نعم على أحسنتم أستاذ عصري. القوى المحور نعم. الشريفة أن تقف إلى جانبه، وهذا ما هو متجسد والذي إن شاء الله سينتهي بالنصر إن شاء الله. الكامل أحسنت والنصر أستاذ عصري. إن شاء الله. أستاذ حسين، إيران مستفزتهم حيل، البيت الأبيض هسه يصرح أن يقول هناك توقع لهجوم إيراني عسكري مباشر نحو الكيان، ويعني مستفزتهم إيران. مسألة يعني توجيه البوصلة في كل مرة للجمهورية الإسلامية من البيت الأبيض مباشرة، من البيت الأبيض طبعا باختصار. نعم، باختصار بالنسبة للبيت الأبيض وحتى الختام. الكيان الصهيوني. نعم. حتى لا، هذا يستخدم للتضليل بالنسبة للشارع العربي المغيب. يعني أين الدول العربية، أين الشارع العربي من كل الجرائم؟ دائما ما يعاد تصوير المواجهة على أنه صراع ليس بين أنه هذه أراضي عربية يتم احتلالها، وإنما بقدر ما هو هؤلاء تابعين لإيران، وإيران ليست عربية. محاولة يعني إدارة الصراع العربي الإسرائيلي إلى عربي إيراني من أجل الاستفادة. شكرا استاذ حسين الكناني المحلل السياسي، شكرا لك. واستاذ عصري فياض من فلسطين المحتله، شكرا جزيلا لانضمامك الينا، واحنا مستمرين بتغطياتنا على راس الساعه. شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى اللقاء. احسنتي ست نور.